الله تعالى يقول في القرآن الكريم: وذكرهم بأيام الله. جميع الأيام هي أيام الله تعالى. كل يوم يوم نعمة، يوم النعم لا تعد، ولكن أيام معينة تحدث فيها نعم عظيمة. يوم المبعث يوم من أيام الله، يوم إهلاك فرعون هذا دفع النقمة، يوم الغدير يوم عظيم من أيام الله سبحانه وتعالى. وكيف لا يكون كذلك والله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام ما كان مرضيا لله سبحانه وتعالى بدون الغدير. إسلام بلا غدير لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا اليوم يوم من أيام الله، ينبغي تذكره وينبغي التذكير به.